طيب اخد بس فضل. احمد بيه مهدي يعني مدير الكره في طلائع الجيش. مساء الفل يا فندم. خير ازيك يا كابتن فايد، وانا بمسي على حضرتك وكل اللي موجودين مع حضرتك. معايا كابتن شريف عبد المنعم وكابتن احمد بلال. تعادل في اولى المباريات بنالتي، مفيش اوضح من كده، اسمع وجهه نظر سيادتك يا فندم. والله احنا اولا انت عارف ان بدايات الدوري دايما بتبقى يعني لسه الفرق ما بتبقاش منتظمه قوي، بتبقى الانسجام والتكيف بتاع اللعيبه اللي انت جايبها بيبقى لسه ما بقاش بنسبه تسمح لك فيها ان انت تؤدي بالصوره اللي احنا كنا مفروض متوقعينها او اللي احنا كنا بنطلبها. انما بنحمد ربنا برضو على الحمد لله ان احنا يعني مش عاوز اقول لك الحمد لله احنا ما خسرناش مثلا، يعني على كده اللي بيحصل دوت، وان ما جاش بقى فيها جون ولا جت فيها كوره حسبت عليا انا ضربه جزاء ولا اي حاجه. انا طبعا عمري ما بتكلم عن التحكيم ولا اي حاجه، ولكن ما اعرفش هل انتوا حضراتكم شفتوا المباراه؟ انا طالب بوجهه نظركم، وجهه نظر حضراتكم انتوا في الكوره اللي جت ديت، انما انا مش هعلق عليها خالص نهائي ولا هعلق على التحكيم. طيب رايك احنا متعودين دايما مؤسسات ضربه جزاء ضربه جزاء والدنيا شادت كلها، حتى كابتن وجيه طلع وقال لا اصل اللعيب لمس الكوره. قعدت انا وكابتن احمد بلال قلنا له لا لمس الكوره ما لمسش الكوره، دي ضربه جزاء صحيحه 200% يعني واضحه جدا. معنى ضربه جزاء انا سمعته ان مصر كلها يعني ده اللي انا سمعته، انما انا برضه بحترم التحكيم وبقدره ودي وجهه نظر وما اقدرش اتكلم فيها والحمد لله. يعني محمد صباحي طبعا من الحكام الكويسين جدا واللي انا بشيد ليهم دايما بالكفاءه، يعني مش موفق النهارده في عدم احتساب ضرب الجزاء، لكن في النهايه يعني اكيد البدايات كابتن احمد مهدي العقيد احمد مهدي مدير الكره في طلائع الجيش، بالتاكيد كابتن محمد حلمي وحضرتك وكل لعيبه نادي طلائع الجيش كانت تامل انها تحقق فوز، وخصوصا كمان مع المستقبل اللي هو او اسف النجوم فرقه النجوم اللي هي حديث العهد بالدوري الممتاز. انت عارف الفرق اللي زي دي حضرتك برضه بتبقى بتعمل انت كوره واحده بس بتفك تواصل الموضوع وبتخلي الماتش يبقى كويس. عندك حق معاك والكلام ده كله عندك حق. انا الحمد لله برضه وربنا ييسر في اللي جاي ان شاء الله، وبتبدا الفرقه تبقى في صوره اللي هي يعني مطلوبه واللي هي احنا بنأملها ان شاء الله. ماتشك اللي جاي مع مين يا كابتن رحمة؟ امبي ان شاء الله. امتى بقى ان شاء الله؟ يوم 8 ان شاء الله. يوم 8 بالتوفيق. بالتوفيق لحضرتك، شكرا جزيلا ليك كابتن شريف.